عدة أنواع، منها سمك مملح وده بيتمثل في الفسيخ والسردين، وسمك مدخن وده متمثل في الرنجة. لكل نوع من الأنواع دي مواصفات تثبت صلاحية هذا النوع للاستهلاك الأدبي. المواصفات اللي بتخلي المواطن يحكم ان السمك ده صالح للاستهلاك الأدمي او غير صالح او فاسد او تالف او في اي شيء. مواصفات الاسماك المدخنه علشان احكم عليها انها صالحه للاستهلاك الأدمي لابد ان يكون متوفر فيها هذه المواصفات. اول مواصفه قوام الجلد يكون متماسك، لا يوجد بقى اي تسلخات، يكون الجلد براق ولامع، تكون الريحه ريحه طيبه، وبعدين اللون بيكون طبيعي، وبعدين يختبر ان انا اضغط عليها بصبع الابهام، اذا وجدت مكان الصباع مكان واضح ولم يرتد الى ما قبل الضغط يبقى السمك ده مش مصبوح. النوع الثاني وهي الاسماك المملحه. الاسماك المملحه دي تتمثل في الفسيخ والسردين. اللون، لون الفسيخ او السردين لابد ان يكون طبيعي وبراق ولامع. قوام، الجلد بيكون سليم وانسجة اللحم متماسكة مش متهالكة. الريحة بكون طبعا الريحة طيبة جدا. ثاني حاجة بنيجي للسمكة، سمكة الرنجة او سمكة الفسيخ او السردين، اذا كانت منتفخة اعرف ان هناك نموات فطرية وبكتيرية داخل هذه السمكة. يعني كان زمان الاول بيعرضوا الاسماك دي معرضة للشمس عشان تنتفخ، ولما تنتفخ بعد كده يملحوها بقى. لا احنا النهارده غيرنا الصناعة، بمعنى ان احنا نجيب السمك بنغسله كويس وبعدين بنصفيه وبعدين بنملحه ملح خفيف جدا، وبعدين دي بقى بتقعد مراحل بقى انتاج مدة ثلاث اسابيع الى شهر. هو في التصنيع المفترض انه بيحطها في الملح مثلا ثلاث ايام او اربع ايام ويرجع يحطها في التدخين يومين ثلاثه. هو في ساعه بالظبط بيكون خلص التمليح والتدخين وعلق. بتبقى سهل قوي انها تتاثر بالعوامل الجويه، يعني تعفن ويحصل لها تغيرات في الخواص الطبيعيه كتير. يعني اذا دخلت ولقيته بيبيع من برميل مكتوب عليه تاريخ الانتاج او تاريخ التمليح وبيبيع فيه قبل الشهر، بيعتبر السمك ده سمك طري بيبيعه على انه مملح وبضبطه وبعمل له قضيه. اذا دخلت برضه لقيته في البرميل بتاعه وفات عليه اكتر من 6 شهور بيعتبر برضه انتهت صلاحيته، وبكده بضبطه برضه بعمل له قضيه. عشان نشوف الملح، عشان فيه ملح سياحات ده ممنوع، ده ممنوع استخدامه، فلازم يبقى معاه فواتير رسمي للملح ده تثبت ان الملح ده صالح للاستهلاك الادمي ومعالج بماده الكيمياء. تاني حاجه احنا برضه بنساله برضه وانت معانا كده، اسعارك ايه؟ فمعلن برضو عن اسعاره، فاهم الاسعار. لو مش معلن عن اسعاره بنعمل له مخالفه عدم اعلان، مخالفه القرار 180 لسنه 50. نجيب فينيق ونحطها على الكمية اللي هي مجنبة، أصلا مجنبة يعني غير معروضة للبيع، وفينيق علشان حتى لا يعاد استخدامها وتباع منها. تصب بنستخدمها فين؟ في الغزل. بعد ما نجيب السمك طلعوه من فين؟ من الغزل، بنفقعوه ونطلع مصارينه ماشي ونرميه فين؟ في المقبس ده ابو ميه ملح ده في بيت الليلي. تمام. الصبح نطلعوه فين؟ برضه في الليل على الملح. عشان هي الصف المية بتاعته يومين او ثلاثة نطلعوه برضه نحشيه فين؟ في الصفيح. من عليه للحشرات والحاجات اللي زي كده يعني.